موضوع التربية والتنشئة خصوصا في المدارس مع التلاميذ. النهاردة كان في اجتماع مهم حضروا مثلث وزاري، ثلاث وزراء، وزيرة الثقافة، وزير التربية والتعليم، ووزير الشباب والرياضة. الموضوع كان استعادة كثافة النشاط المدرسي بشكل يتيح للطالب والتلميذ في المدرسة بناء الجسد وبناء الروح وبناء الوجدان بخلاف بناء العقل اللي له علاقة بالتحصيل العلمي. القصة هنا متعلقة بالكلام اللي انا قلته لحضراتكم، انه مدارسنا خلال العقود الماضية حصل فيها ردة يعني حصل فيها تراجع. السبب كان اهمال للملف التعليمي، ولازم نعترف بالحكاية دي. وانا هنا مش بتكلم سياسة عشان اقول دي مسؤولية انهي حكومة ولا انهي نظام ولا انهي رئيس، لكن في النهاية احنا دلوقتي شايلين فاتورة الكل. فاتورة الكل من اول الملك فاروق لعبد الناصر للسادات لمبارك لحتى مرسي اللي جه سنة، كله كل الفواتير احنا دلوقتي بندفع حسابها قولا واحدا. فما تدخلونيش في نزاعات سياسية، خلوني في مصلحة البلد. مصلحة البلد ان الخطأ اللي بيحصل او اللي كان بيحصل ايا كان فاعله لازم انه يتصلح. واحد من الاخطاء كان اهمال ملف التعليم بصفة عامة، فدرجة المحتوى العلمي والاهتمام بالمناهج وتقوية المناهج والابنية التعليمية بتاع حصل فيها تراجع بنسبة كبيرة على مدار عقود طويلة. ثانيا اختفاء النشاط المدرسي اللي هو له علاقة بالرياضة والفن. المدرسة بقت مكان جاف حصص ودروس وتعليم، وياريت التعليم كان كمان كان على المستوى وبس. افتكروا زمان كانت المدرسة فيها قاعات للموسيقى وقاعات للرسم وقاعات للخطابة وقاعات للشعر وقاعات مش عارف ايه، بالاضافة الى ان كل مدرسة كان فيها نادي يقول لك ده نادي مدرسة كذا، وكان في دوري مدارس، وكان في قصة طويلة عريضة. عشان كده كان عندنا غنى في المواهب في كل المجالات، كان عندنا غنى في المواهب في كل المجالات. ارجع كده في الخمسينات والستينات والاربعينات، كنت تقول في الفن في الطرب عد قايمة طويلة لا حصر لها. طب في الشعر قايمة طويلة لا حصر لها. طب في الادب وكتابة القصة قايمة طويلة. الفلاسفة العلماء المش... وانت ماشي عد كتير. ليه؟ لانه كان المفرخة هي المدرسة، هي اللي بتفرز وبتفرخ المواهب في كل المجالات، وكان في مسرح مدرسي وفي كل اللي انت عاوزه كان بيحصل. ده انا كنت بقول لكم انا على زمني كان طابور الصباح بس اللي هو كان 10 دقايق الصبح كل يوم، كان عباره عن بوفيه مفتوح من المهارات والابداعات والفنون. طالب بيطلع يقول نشر الاخبار، وطالب بيطلع يقول بيتين شعر، وطالب بيقرا موضوع تعبير وبيمارس فيه الخطابه، وطالب بيغني وبيقول موهبته في الغنى، وواحد بيضرب عود ولا بيضرب فلوت ولا مش عارف ايه، وواحد بيورينا لوحاته ورسمه. بقول لكم معرض مهرجان للفنون العشر دقايق الصبح بس بتوع طابور الصباح. ما بقاش. فانا عشان كده عشان سعيد ان في وعي في الحكومه هذه الايام انه استعادت كل هذه النشاطات وكل هذه المهارات عند مدارسنا. عشان كده وزيرة الثقافة مع وزير التربية والتعليم مع وزير الشباب والرياضة الثلاثة كانوا بيلتقوا النهاردة في اجتماع الهدف منه هو ده، ازاي نرجع كامل النشاط المدرسي للطلبة عشان يبقى تربية وتعليم وتنشئة وتغذية روح ووجدان وحس. وخد بالك الطالب اللي بيطلع من غير وجدان وغذاء روحي هيبقى ابيض بلا مشاعر وبلا احاسيس وبلا ذوق وبلا قدرة على التذوق حتى واستشعار الجمال. والطالب اللي زي ده يبقى تربة خصبة جدا لاي افكار متطرفة عايزه تاخده فيها جدا. ما هو انت جاي لقيت اناء فاضي، املاه بقى باللي انت عاوزه، غير لما تيجي تقعد مع الشباب تلاقي الاناء ده مليان فن وشعر وادب ورواية ورياضة. كل الكوكتيل ده هو اللي يعمل جيل سليم متعلم وبدنيا سليم وفكريا وروحيا ووجدانيا كمان سليم. عشان كده انا بدعم هذا التوجه من الحكومة وتحديدا من المثلث الوزاري اللي انا قلته لحضراتكم، ونفسي في اسرع وقت ممكن
على بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله نلاقي مدارسنا مليانة بقاعات الموسيقى، ومليانة بالفرق المسرحية والفنون التمثيلية، مليانة بالأدباء والشعراء والخطباء، وكمان في أماكن مناسبة وتنظيم لفرق النادي اللي تنافس في مناسبات ومسابقات عشان نزرع جواهم الروح والوجدان والعقل. أستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور يا أستاذ تامر، أهلا وسهلا يا فندم. إزي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. الحمد لله والشكر لله كله تمام. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتوجه اللي بيحصل ده، ونفسي إنه يتم على أعلى مستوى من التجهيز ممكن يحصل، لأن إحنا شفنا لما في عقود طويلة عشرات السنين افتقدنا النشاط الرياضي والنشاط الفني في مدارسنا، للأسف وصل بينا الحال إزاي. يعني خليني ابدا مع حضرتك استاذ تامر بالاجتماع الثلاثي اللي حصل زي حضرتك ما اشرت في المقدمه كده بين الثلاث وزارات شباب ورياضه والتربيه والتعليم والثقافه. المحاور الاساسيه للاجتماع كانت منصبه بالاساس على تنفيذ الانشطه الرياضيه والثقافيه والفنيه بالمدارس المصريه. انت عارف حضرتك احنا عندنا مجموعه من الانشطه الكتيره اللي بننفذها في ال 5000 مركز شباب، لكن كمان كنا محتاجين نكثف الانشطه دي داخل المدارس المصريه نفسها. فتم الاتفاق على تطوير شامل لدور المدارس اللي هيتم تنفيذه، وده هيكون بمشاركه جميع المدارس المصريه في مجال التعليم الاساسي. النهارده عملنا اجتماع تاني في وزاره الشباب والرياضه، وجبنا فيه بعض الجهات المتخصصه في مجال تنفيذ المسابقات الرياضيه والحاجات دي، ومنها مثلا على سبيل المثال الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، واتكلمنا في التفاصيل الخاصه بتطوير مشروع دور المدارس والتوقيتات الخاصه بيه وعدد المشاركين وامكانيه تنفيذه قبل الامتحانات، لان انت عارف ان دور المدارس لازم يكون تنفيذه قبل الامتحانات. اضافه لكده اتفقنا على تنفيذ مشروع وحزمه بقى، وده هيبقى حاجه جديده يمكن بتنفذ ونقولها من خلال حضرتك، يعني فضل. ان هننفذ مجموعه كبيره جدا من الانشطه الرياضيه والثقافيه والترويحيه في المدارس خلال فتره الاجازه الصيفيه. تمام. تناولنا تفاصيل كتير جدا يا استاذ متعلقه بده، وكان في اراء كتيره جدا ان يعني بعض الناس تقول مثلا طب الناس المدارس هنفتح او هنفتح المدارس فتره الصيف في الاجازه الصيفيه كويس. بس هتكون منصبه على تنفيذ الانشطه الرياضيه والانشطه الثقافيه والاجتماعيه. ممتاز. اضافه لكده احنا كوزاره الشباب والرياضه هنفتح مراكز الشباب على المدارس اللي الملاعب فيها غير متوفره او غير كافيه. انت عارف حضرتك ان كثافه بعض المدارس بتكون عاليه شويه، صح؟ مدارس خاصه المدارس الحكوميه يعني. فعندنا في ملاعب بقى ملعب مراكز الشباب بيبقى فيه اكتر من ملعب واثنين وثلاثه، ومنهم ملاعب قانونيه لكره القدم وصالات لممارسه الانشطه المختلفه. فاقرب مركز شباب لاقرب مدرسه ليه هيكون مفتوح الملاعب لطلبه المدارس انه ينفذوا فيها الانشطه، وخاصه ما يتعلق منها بدور المدارس. طب ده خبر مبشر جدا جدا. ده يعني ده هيبقى حاجه ان شاء الله كده كاننا بنشيل الاسوار خلاص بين المراكز الشباب وبين المدارس المصريه. مظبوط. اتفقنا ان هيكون في الاجتماع ما بين الوزراء الثلاثه ان شاء الله ان هيكون في مجموعه بقى وحزمه كبيره جدا من الانشطه هيتم تنفيذها. سواء متعلقه مثلا باتحاد طلاب المدارس، مبادرات مشتركه بين الوزارات داخل المراكز، يبقى حاجه مشتركه بين مراكز الشباب وبين المدارس وقصور الثقافه كمان، لان وزير الثقافه كانت موجوده. تمام. كلها منصبه بمعنيه كمان بحاجتين. الاساس الاول يا استاذ تامر ان احنا عايزين ولادنا ال 25 مليون طالب اللي في مرحله التعليم الاساسي تقريبا يعني يمارسوا الرياضه. وده هدف استراتيجي بالنسبه للوزارات الثلاثه. مظبوط. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين كمان نستغل هذا العدد كوزاره الشباب والرياضه بقى. هذا العدد الكبير جدا وهذا الزخم من الطلبه المصريين، احنا بنتكلم في ثروه الحقيقه يعني 25 مليون طالب في مراحل التعليم الاساسي تقريبا، نستغل ده في اكتشاف الموهوبين، ونبدا نعمل عمليه دمج ما بين المدارس والانشطه الرياضيه اللي بتنفذ فيها ومشروعات القوميه لاكتشاف الموهوبين. صحيح. على غرار المشروع اللي بتنفذه الوزاره، المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. ويبدا يبقى ده محطه اولى كده ان احنا نغذي كل الاتحادات الرياضيه المصريه وكل المنتخبات المصريه في مختلف اللعبات بالموهوبين والمبدعين. شاي. احنا عندنا في الوزاره اضافه للانشطه الرياضيه الرسميه المعنيه باكتشاف الموهوبين، في انشطه ثانيه معنيه بالانشطه الثقافيه الاحترافيه في الجامعات المصريه مثلا. زي تمام. ابداع الجامعات وابداع مراكز الشباب. هندخل فيها المدارس وهندخل فيها طلبه المدارس. الحقيقة يعني كل هذا الكلام توج النهارده ومن قبل كده بتوجيهات سيادة الرئيس. ممتاز. وحضرتك اشرت لده طبعا. صحيح. ان أهمية تنفيذ الأنشطة الرياضية بالمدارس وأهمية تنفيذ أنشطة اللياقة البدنية بين طلبة المدارس
تمام. ده امر خلاص يعني تم الاتفاق على البدء في تنفيذه بدايه البدايه من الحقيقيه اللي هتبقى امتى يا محمد بيه؟ ايه يا فندم؟ البدايه الحقيقيه لتواجد الانشطه بالشكل اللي احنا نرغب فيه. خلاص احنا هنبدا يعني احنا النهارده في شهر 12، احنا في شهر 1 لازم خلاص نحط الجدول الخاص بدوري المدارس. هاي. لان احنا لازم نبدا دوري المدارس قبل انتهاء العام الدراسي. صحيح. فاحنا هنرتب بين في اللجان المعنيه بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم التوقيتات المثاليه بحيث نبقى شويه عن الامتحانات الخاصه مفهوم. باخر السنه ويكون في نص الترم الثاني مثلا. مفهوم مفهوم. وبمجرد انتهاء مرحله الامتحانات بتاعت نهايه العام في المدارس المصريه هنبدا مرحله ثانيه من الانشطه الرياضيه الصيفيه المتنوعه الحزمه المتنوعه اللي هتنفذ في المدارس المصريه في طوال فتره الاجازه الصيفيه. ودي هننوعها جدا مش هتبقى انشطه رياضيه بس لكن هتكون انشطه ثقافيه ورياضيه. هو طالما احنا بدانا في الاتجاه ده يا استاذ محمد فانا واثق انه كل الرحله هتكتمل صح لانه هي عمليه تربويه متكامله فيها التنشئه الرياضيه والتعليميه والثقافيه والفنيه وانا متهيألي انه وانس بس ان احنا بدانا هتلاقوا الثمار والنتائج والمكاسب لا حصر لها على مستوى الاجيال الجديده اللي بتتعلم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة وكل التوفيق ودعواتنا ان هذا المشروع وهذه الخطة وهذا البرنامج ينجح اللي بتعمله وزارة الشباب ووزارة التعليم ووزارة الثقافة لانه هتلاقوا فرق شاسع فرق شاسع بين اجيال اهمل تعليمها وتنشئتها وما بين اجيال اتأسست صح وتعلمت صح واتنشأت وتربت صح. ان شاء الله الخير جاي.